أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نقول لمن مات إنه ذهب إلى مثواه الأخير؟ لا، ما هو مثواه الأخير، القبر هذا محطة فقط، محطة انتظار. ولذلك قال: زرتم المقابر، يعني زيارة، وسترحل عنه القبر، مرحلة، برزخ بين الدنيا والآخرة. القبر برزخ بين دار الدنيا ودار الآخرة، أليس هو المثوى الأخير؟ نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.